لم تعد ضربات الجيش الإسرائيلي تقتصر على القصف المكثف، بل القصة أصبحت محاولات حثيثة لقطع أوصال غزة بعد أن بدأ بالزحف نحو المدينة من 3 محاور، مع إبقاء الكثير من الجنود والآليات والمعدات في شمال القطاع. ويعتمد الجيش الإسرائيلي لتنفيذ خططه الميدانية على مجموعة من التكتيكات، يرى إن قطع شبكات الاتصالات والإنترنت في مقدمتها، يرافقها قصف مدفعي وغارات جوية كثيفة، كل ذلك يهدف لفصل شمال قطاع غزة عن المدينة، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية لفصل غزة عن مناطق الوسط والجنوب. في خضم ذلك، أكدت البلاغات العسكرية لكتائب القسام وسرايا القدس وفصائل مسلحة أخرى أنها خاضت معارك عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق، وبالتالي باتت مناطق الجنوب ومدينة غزة ساحة حرب مشتعلة طوال الساعات المنصرمة. مستشارون عسكريون أكدوا أن حماس ما تزال تملك نقاط قوة لغاية الآن، لأنها تتمترس في الأنفاق فضلاً عن الخبرة المتراكمة بحرب الشوارع والكمائن. أما الإسرائيليون من جهتهم لا يريدون دخول معارك الأزقة والمدن، لأنهم يدركون أن خسائرهم ستكون كبيرة في هذا الإطار. وبالتالي من خلال المتابعات، فإن الإسرائيليين يحاولون أن يستدرجوا حماس إلى المناطق المكشوفة كالمناطق الزراعية، سعياً منهم لكشف نقاط التمركز والكمائن التي أنشأتها القسام.